السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في درس جديد في مكون الخط والنقل. تعرفنا في الحصة السابقة على رسم ألف ممدودة، تتذكرون؟ جيد، واليوم سنتطرق إلى رسم حرف جديد وهو رسم ألف مقصورة. خذوا ألواحكم كالعادة واستعدوا للعمل. لاحظوا معي الأمثلة التالية: هدى، سلمى، جرى، اشترى. أعيد: هدى، سلمى، جرى، اشترى. ما هو الحرف الذي يتكرر في كل كلمة؟ ما هو الحرف الذي يتكرر في كل كلمة؟ تفضل بني. أجل، الألف. أحسنت. هل هي ألف ممدودة؟ بالطبع لا بنيتي. ماذا تشبه هذه الألف في كتابتها؟ نعم، ممتاز، تشبه الياء في آخر الكلمة، لكن بدون نقط أو بدون نقاط. أحسنتم. تعرفون ماذا تسمى هذه الألف؟ أجل، الألف المقصورة. ماذا تسمى؟ تسمى ألفا مقصورة. أحسنتم. هيا بنا الآن لنتعرف طريقة رسمها. انظروا جيدا، كم سطرا تحتاج الألف المقصورة لكتابتها؟ نعم، جيد، أصعد سطرا إلى أعلى، ثم أنزل سطرا، ثم أصعد مرة أخرى. نعيد: أصعد سطرا إلى أعلى، ثم أنزل سطرا، ثم أصعد مرة أخرى. أحسنتم. خذوا الألواح الآن وقلدوا النموذج الظاهر على الشاشة. ألف مقصورة غير متصلة ومتصلة. نعم، هكذا. أحسنتم جميعا. بعد أن تدربتم جيدا، ضعوا الألواح جانبا وانتبهوا، سأقرأ عليكم نص مكون النقل. أقامت المدرسة حفلة كبرى. أتى إليها عدد كبير من أولياء الأمور. وفي الوقت المحدد تلا الفتى مصطفى آيات من الذكر الحكيم. بعدها رأى الجميع السيد المدير وقد قام من مكانه ومشى نحو المنصة، حيث ألقى كلمة الافتتاح وبين دور المعلم وكيف ارتقى بمستوى الطلاب، ثم أثنى على اجتهاد الجميع. سأعيد: أقامت المدرسة حفلة كبرى. أتى إليها عدد كبير من أولياء الأمور. وفي الوقت المحدد تلا الفتى مصطفى آيات من الذكر الحكيم. بعدها رأى الجميع السيد المدير وقد قام من مكانه ومشى نحو المنصة، حيث ألقى كلمة الافتتاح وبين دور المعلم وكيف ارتقى بمستوى الطلاب، ثم أثنى على اجتهاد الجميع. أين توجد الألف المقصورة؟ أين توجد الألف المقصورة؟ نعم، كبرى، حفلة كبرى. جيد، أتى، أتى إليها. ممتاز. الفتى، جيد. مصطفى، أحسنت. رأى، ممتاز. مشى، أجل. ارتقى، جيد. وأثنى. نعيد: كبرى، أتى، الفتى، مصطفى، رأى، مشى، ارتقى، وأثنى.
من يذكرنا كم سطرا تحتاج الألف المقصورة؟ نعم، ممتاز. أصعد سطرا وأنزل سطرا ثم أصعد مرة أخرى. جيد جدا. والآن خذوا أقلامكم واكتبوا نموذج الخط والنقل بعد نسخ الورقتين المرافقتين للمقطع، ولا تنسوا رسم الكلمات بخط جميل، فهناك نقطة حسنة بانتظاركم. ريثما تستنسخون أوراق واجب الخط والنقل، أقترح عليكم الاستمتاع بالنشاط الترفيهي التالي. أتمنى أن يعجبكم. أستودعكم الله وإلى اللقاء. هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. اليد اليسرى للأمام، أخرجها للوراء، أعدها للأمام، هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. ضع يديك للأمام، أخرجهما للوراء، أعدهما للأمام، هز كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. القدم اليمنى للأمام، الآن اسحبها للوراء مرة أخرى للأمام، هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. القدم اليسرى للأمام، ثم اسحبها للوراء، أعدها للأمام، هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. بقدميك للأمام، اقفز إلى الوراء قفزة إلى الأمام، هز كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. الآن هيا استعد، مد رأسك للأمام، أرجعها للوراء مرة أخرى للأمام، هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. ضع بطنك للأمام، أخرجها للوراء مرة أخرى للأمام، هزها كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. بكل نفسك للأمام، اقفز إلى الوراء قفزة فورا للأمام، هز كما تشاء، دور حول نفسك في مكانك هكذا بكل بساطة. بكل بساطة. بكل بساطة.